Audio Jungle. اسعد الله اوقاتكم بكل خير اعزائي المشاهدين. اخبار معروق انيوز، اليكم العناوين. في خطبه غير احتياطيه صرح الرئيس الكوري المجنون بمن يعادى حلفاؤها في الشرق الاوسط سيطلق صاروخا ذات الراس النووي. دراسات عمليه اجريت على طالبي اللجوء ادت لاكتشاف خطير وفريد من نوعه. نهاية المطاف سنترككم مع شاب سوري في عرضه الستاند اب كوميدي. إليكم التفاصيل لكن فاصل ونواصل، خليكم معنا. نعم أعزائي المشاهدين، رئيس كوريا يهدد العالم في حال أي عدوان على الدول الشرق الأوسط. ولمزيد من التفاصيل معنا المتحدث من وزارة الدفاع الكورية الأستاذ يونغ يانغ صبحي. ألو سيد صبحي، ما هي حقيقة البيان الصادر من الرئاسة الكورية؟ في الحقيقة هدد الرئيس كوريا بإطلاق صاروخ نووي وتدمير العالم في حال تعرض أي حليف له للعدوان. هو صاروخ ذات الرأس النووي سيد صبحي؟ في الحقيقة يزن هذا الصاروخ حوالي طن من الـTNT ويحمل الرؤوس النووية. في حال اطلاقها سيتغير شكل الأرض تماما. وقال رئيس كوريا إنها ستشبه تقريبا تفاحة المفروضة. يعني راح يصير شكل الكرة العرضية مثل تبعة الأبفل؟ تماما سيدي. شكرا لك سيد يانغ يونغ صبحي. وفي خبرنا الثاني، وخلال تواجد اللاجئين في ألمانيا تواصلت دراسة على يد الدكتور توماس عبد ربه إن اللاجئين يتأخرون في تقديم اللغة والمهن، وسبب هو الراحة التامة. فقررت الحكومة الألمانية تجنيد اللاجئين. ولمزيد من التفاصيل معنا المراسل أبو شيركو فابيان من برلين ليطلعنا على آخر الأحداث. ألو سيد أبو شيركو، هل تسمعني؟ يب فوزي أسمعك. ما هي آخر التطورات في برلين أخ أبو شيركو؟ بصراحة تقوم ألمانيا اليوم بتجنيد اللاجئين في قوات البحرية، وتوصل عدد المجندين حوالي 800,000. وستنتشر هذه القوات على حدود البلغاري والتركي واليوناني التركي والحدود البحرية لأوروبا حتى إيطاليا لإسبانيا. طيب وما هو الهدف من ذلك سيد أبو شيركو؟ لمنع وصول اللاجئين الجدد إلى أوروبا. يعني أبو شيركو أفهم من حكيك، الحكومة الألمانية تصنع جدارا ابن البلد يخرج من البلد؟ صراحة فوزي هذه إحدى نوايا ألمانيا بعد وصول عدد كبير كتير 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 إلى هنا. نعم شكرا لك أبو شيركو حبيب القلب. أعزائنا المشاهدين، انتهت نشرتنا لهذا اليوم، وسنلتقيكم إلى برنامج ستاند أب تعبيد أبو الفوز. وشكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء. رجع الغالي يا مو
ورجعت لكم انا بالفوز. كيفكم؟ صحتكم؟ اخباركم؟ احوالكم؟ ايامكم؟ مين قال انه جينا نحن التسعينيات ما واكب الحضارات والثقافات وحتى التكنولوجيا؟ مين قال انه نحن جيل خربنا اكثر مما نعمر وبالشوارع تربينا؟ ولك نحن جيل الابرياء وليكم الدليل. وهي كانت من احدى ممثلات السوريات، ولك انا ورفقاتي قديش كنا معجبين فيها. يا الله. ويا سيدي مين قال انه ما كنا نتابع الرياضة؟ هالزلمة شايفينه؟ هذا اول بي ان سبور كنت اتابعه بحياتي. ولك حتى الحظ بنعرفه وبنعرف عنه كل شيء، والدليل هي شهادات استثمار الفئة الف والفئة ب وما عدا اليانسيب دمشق الدولي. ولك يا سيدي مين قال ان احنا ما شفنا افلام الرعب؟ ولك شفنا الرعب احلى من ذاته. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان. ولك مين قال انه ما كان عنا اجهزة حديثة ومتطورة وضد المي؟ ها؟ ولك هذا شايفينه؟ نحن اول من حملناه له، نحن اول من حملناه. ولك مين قال انه ما كان عنا الشبيه الفيسبوك والانستغرام والتويتر؟ ها؟ ولك كان عنا انستغرام بحد ذاته. والله العظيم هذول شايفينه؟ كنا نجمعهم كلياتهم هيك بصير انستغرام، ومن اطيب انواع الحلويات. هيك كان. وبالزمن التطبيق والفلتنة وقفت قدام مدرسة البنات، هي كانت تسريحة شعري. شيلو. ولك بعد ما عشقت وحبيت تركت فيروز وام كلثوم وعبد الحليم حافظ وصرت اسمع راب. ايه راب؟ اسمعوا. وقف بس عندك هون، شوف شو عملت بعود الصفون، عم ترمي كياسك بالشارع، هذا شي ضد القانون. وبعد ما تركتني المغضوبة حبيبتي كان ما حدا بينسيني اياها غير السيجا والماريو. ومن طفولتي كنت انا احلى مسير ستاند اب كوميدي. من وين؟ من هذا الفيلم كرتون. كنت اتفرج عليه واتمنى اصير مثله، وان شاء الله رح اصير مثله. اليكم هذا المفاجأة. المال ليس كل شيء، ولكنه يشتري تقريبا كل شيء. مثلا بمليون دولار يمكن ان تشتري 100,000 اسطوانة، 1,000 لعبة فيديو، وخمسين ألف عجلة، وخمسة آلاف لعبة، ومئات الفساتين، وأطنانا من الحلوى. هناك شيء واحد يمكن أن يستعمله شخص لديه كل هذا. شاحنة. لو هم بيكون وصلني هذه الذكريات، بتمنى تحطوا لي لايك وسكسكربايت وتشاركوا الفيديو بكل المحلات وتبعتوا لنا رفقاتكم. أحلى عالم وأحلى شباب، تضلوا بخير وتلاقوا الخير وتصبحوا على خير. رمضان كريم. Audio Jungle.